خصت إدارة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعليق استخدام لقاح جونسون أند جونسون في انتظار المزيد من التأكد لنتائج دراسة احتمال تسبب هذا اللقاح في تجلط للدم. وقالت الهيئة بأن 6 حالات أحصيت إلى حد الآن لتجلطات في الدم لدى مرضى تلقوا اللقاح، وتلقى حوالي 7 ملايين شخص في الولايات المتحدة جرعة من لقاح جونسون أند جونسون. كما أعلنت شركة جونسون أند جونسون تأجيل إطلاق اللقاح في أوروبا بعد القرار الأمريكي.